السلام عليكم، كيداير اخوتي؟ لاباس عليكم بخير، صحة لاباس. كيف ما عارفين القناة ديالي، قناة ديالي كوميدية، كل نهار عندي فيديو في شكل، والفيديو ديال اليوم حتى هو نيت كوميدي. قبل ما نبداو ما تنساوش انكم ديروا لايك وتخليوا لي تعليق وتبارطاجيو الفيديو الى عجبكم الفيديو. نبداو على بركة الله. انتوما معايا. حلم كل مغربي او مغربية يخدم خدمة زوينة، هذا الشيء حنا متفقين عليه، وحلم كل مغربي ومغربية أنه يتخلص خلاص يكون غير كتير، وخا ما نعرفوش شحال، المهم يكون فايت 3000 درهم 4000 درهم. علاش؟ لكن ما كتعرفوا أن الحياة اليومية ولات صعيبة شوية هاد الأيام هادي. أي يا سيدي، متفقين معاك، دخل معنا في الموضوع. الموضوع ما فيه، أنا اليوم خصني نفرح، خصني نفرح، نفرح يا هذيك الفرح ونزغرت. سي دوماج ما كنعرفش نزغرت. الموضوع اليوم اللي هو الفلوس. انا اليوم تخلصت، يعني خصني نكون فرحان ناشط. بعد ما كضرب الشهر كامل، خص النهار اللي تخلص فيه خصك تفرح انت وزهرك. تخلص نهار واحد، نهار جوج، نهار ثلاثة، نهار ربعة، نهار خمسة، نهار ستة، سبعة، ثمانية، كاينة كاينة كل تخلص نهار ثمانية. ولكن ما بقاتش في الخلاص، وما بقاتش في الايامات اللي غتشد فيها الخلاص. لا 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 لا، عرفتوا فاش بقات؟ بقات في الفلوس غتشد. بحال دابا الواحد كيشد 100 ألف ريال، اللي هي 100 ألف ريال، شنو بقى شحال؟ نص مليون. نص مليون اش يدير؟ كيبقى يبروغرامي، اش غندير بهاد 20؟ اش غندير بهاد 60؟ غنشري هادي، غندير هادي، غندير هادي. ضروري ضروري مراتو كدير النص، ما حداش الطبيب، مراته ديما كدير النص، راكم متفقين معايا؟ ما علينا، تيخلص الكرا، يخلص مازوط، يخلص الضريبه، يخلص، كتبقى لي شي بركه. لا بقات لي، كتبقى لي شي 1000 درهم، وهاديك 1000 درهم، ديك 1000 درهم كيبقى يتزير عليها، يتزير تيكملها، تيبقى يتسلف عاود تاني. ملي تيتخلص كيرد داك السلف كامل. متفقين؟ نعرفكم متفقين معايا. ولكن ديك 1000 درهم، راه كاين اللي واحد كيشد 1000 درهم. بحالي انا كنخدم الشهر كامل، من نهار واحد حتى نهار سبعة، ولا نهار خمسة، ولا نهار ستة، هما وقانتهم ما عندنا لاش نهضروا، لا هضرنا غير نخرجوا من الخدمة، هادي راه باينة. ما علينا، ملي تنبقاو خدامين، نشوف الصباح، نشوف العشية، تنتخلصوا، تنشدوا ديك البركة. هي بركة بالفعل، راه بركة. دابا ندخل لكم في القصه. ها البركه، شو ولا ما شوهاش؟ هذا هو الخلاص ديالي، ماشي من اليوتيوب، ماشي من اليوتيوب، هذا خلاصي ديال الخدمه ديالي، اللي هي 1000 درهم. نحسبها لكم باش تاكدوا وتطمنوا عليها حتى هي واش بخير ولا لا. انا راه ما العلم، هاد 1000 درهم كنبقى شاده عندي في البسطام 4 ايام 5 ايام. علاش؟ باش تولف البسطام، باش فلوس من بغي نصرفهم ما يهربوش، ونحسبوا هذا فين غتمشي. ايه بسم الله، عندك 100؟ لا لا، 200 200، هذه معروفة محيدة. عندك 6000 ريال ديال مركوب، وخا 6000 وشي حاجة. مع العلم انا كنمشي على رجلي، حق الله العظيم كنمشي على رجلي، بحال عندي الملايين ديال بالك. شحال وصلت؟ تمنى، اي 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 اي، وصلت 500 درهم، باقي لا بديت. واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة. عندك عاود تاني 200 درهم، غتقولوا لي ديالاش؟ انا نقول لكم ديال الفورماسيان. بحال واحد شحال هادي، قلت له 200 درهم كانت ديال الفورماسيان ديما، قال لي ما كتاب مرا ديما مريض ولا؟ قلت له لا، قلت له راه ديما خصني نحط 200 درهم، ديري بحال دوك ديال الديوانه اللي كتكون مثلا داخل من شي دوله اوروبيه، وتلقاو عندك يعني فايت الحموله، كاع داكشي اللي فايت الحموله انه واش كيديروا بيك؟ يخليو عندهم ويصيفطوك هكا هكا. نكمل لكم شحال بقى. قلت لكم فورماسيان و6000 المركوب، وهذيك بوحدها حق الوالدين. هاي هاي هاي، شحال بقات هنا؟
في ني ري ني ري ني ري زير 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 دير ولدك راه طالع 200 درهم واحد اسوس هذه اللي بقات والله العظيم هذه اللي بقات باقي ما فرقت والو واو 100 درهم تصوروا معايا هذه ماشي نقول لكم حيت محيد فلوس المركوب فلوس المركوب محيدهم ماشي نقول لكم انني غندوز بها الشهر قولوا لي في لي كومونتير هذه 100 درهم شحال كدي ليكم انا عارف اللي كدي لي غنهار هذه انا عارف اللي كدي لي غنهار هذه راه ما كنصرف ما والو ما تلعبه حضي غير الماكله و100 درهم اللي بقات وشحال من مره صراحه شحال من مره انني تنعاود العزله العزله كنعاودها اقسم بالله تنرجع الفلوس بحال هكا تنعاود نقادها نعاود نحسبها بحال هكا عاود ثاني الا بحال هكا زيدي 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 كنعاود الحساب فلوس المركوب ما غنحط 6000 نحط فيها غير 4000 علاش باش نشيط 100 درهم الفرماسيان ما كنعطيهمش 200 درهم تنعطيهم 150 تبقى لي 50 درهم اه مريض الدار ضروري ضروري حطهم 200 درهم ضروري ديك ما حيلاش الطبيبه الوالده دي الوالده الله الحنانه حقها بعدا بغات كل واحد يتهلا في والديه صراحه كل واحد يتهلا في والديه كتبقى 6000 الحيدوات 6000 شاطات شي حسبه كي دايره انا كنعرف نحسب ما من والو شيط 6000 دابا هاد 6000 غنركب منها وغندير بها كاسكروط ونفطر بيها زيد شي حاجه اخرى صافي انا صراحه وكنعصر تنعصر تندوز بها شهر تقريبا نهار 25 24 23 تنولي على الحديده يعني بصريح العباره كنولي نطلع عن خدام نطلع على رجلي الرباط وملي نكون جاي عاود ثاني في الصباح مع 6 الصباح كنخدم كنخرج مع 6 6 ونص بحال هكا كنوصل للخدمه مع 7 كنمشي على رجلي من سلاح حتى الرباط وملي كنكون جاي ما كنركبش حتى هي كنجي على رجلي كنقتصد نقتصد راه الفلوس بزاف كيضيعوا شنو نقول لكم الله يجعلهم يكونوا في جيبنا وما يكونوش في قلبنا صراحة الشباب وانا براسي بقى الشباب ضايعين والله ما نكذب عليكم والله تصور كانت اي خدمة ان الواحد دير مثلا الواحد ما طالش بزاف 2500 درهم بركة تصوروا ان واحد يخدم 8 سوايع او 7 او 6 سوايع يشد 2500 درهم تا غنمشيو بعيد اقسم لكم بالله مع العلم انني خدام بلا ورقه بلا جوج بلا تغطيه صحيه جرات لي شي حاجه ما يعرفني حتى شي واحد خدامين وتسمو خدام هذا الشيء راه عندنا ديبلوم كاين شحال من واحد يقول لي جيب ديبلوم كنقول له عندي ديبلوم كنعطيه الديبلوم تما كينبقى خوتي نصيحه اللي نعطيكم قراو هاجروا اوكي كان معكم بالمحفوظ محمد السلام عليكم.